سير 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 على الله وسير الله يسهل لك. غدا الطاليان طالبت 89,050 عامل أجنبي خاصو يدخل طاليان موديل سي، عقود موسمية، كونترات موسميات ستاجيونالي. غدا إن شاء الله آخر يوم لتقديم طلبات وسالة قانون فلوسي ديال 2024. غدا إن شاء الله آخر يوم لتقديم طلبات عقود العمل. غدا آخر يوم، آخر كليك داي، آخر نقر سريع الإخوان، آخر يوم تقديم طلبات عقود العمل ديال قانون فلوسي 2024. غدا الإخوان 25 في شهر 3 غادي يتم تقديم طلبات عقود العمل اللي هما موسميات، عقود العمل موديل سي أو مودولو تشي، عقود العمل ستاجيونالي. آخر كليك داي الإخوان، آخر يوم لتقديم طلبات في هذا العام هذا ديال 2024. غدا إن شاء الله 25 في شهر 3 طاليان طالبة 89,050 عامل أجنبي خاصو يدخل لإيطاليا يخدم في قطاع فلاحة السياحة والفندقة موديل سي، يعني ستاجيونالي، كتخدم الموسم ديالك وكتمشي بحالك، توفرات فيك الشروط، كتبقى في الطاليان، كدير لا كونفيرسيوني وكتيري البرميسو دي سوجورنو ديالك، كتيري رخصة الإقامة ديالك وكتبقى قانوني في إيطاليا إلا تحققوا فيك الشروط من طبيعة الحال. غدا إن شاء الله آخر يوم، آخر يوم تقديم طلبات قانون فلوسي 2024. قلنا بأن الطاليان غدا إن شاء الله طالبة 89,050 عامل أجنبي، يعني 89,050 كونترا الإخوان، كونترا موسمية ستاجيونالي. فهاد 2024 طاليان كان طالبة 151,000 عامل أجنبي خاصو يخدم في 2024. تم تقديم ديال الطلبات نهار 18 في شهر 3، أول كليك داي كان لعقود عمل اللي هي غير موسمية موديل بي 2020، تم تقديم 61,250 عقد عمل غير موسمي موديل بي 2020 في هاد 61,250 700 ديال لي اوتونومي، 700 اللي كيدخلوا اعمال حره. النقر الثاني او التقديم الثاني ديال الطلبات كان 21 في شهر 3 اللي خصوه البادانتي ولا كونفيرسيوني. بالنسبه للبادانتي 9,500 عامل خصو يدخل رعايه المسنين ولا المساعده المنزليه. غدا ان شاء الله ورسميا الاخوان اخر يوم لتقديم الطلبات وصافي سالات الحفله، اخر يوم تقديم طلبات، ما بقاش دفوع من بعد، لانهم كيف ما قلنا الاخوان كيعتمدوا على الكليك داي، النقر السريع في تقديم طلبات ديال عقود العمل. اخرا في القانون ديال ديكريتو فلوسي، قانون عقود العمل، ماشي اي واحد دفع كونترا تخرج ليه، وانما بحال شي قرعه، انت وزهرك، انت وزهرك بحال مقمر على الكونترا، تقدر تخرج تقدر ما تخرجش. كنعرفوا بان الحكومه كتمشي بالترتيب الزمني، دخل الكوطا في النقر السريع، نعالجوا الطلب ديالك، الباترون يكون مريقل، كتوفر فيه الشروط، نعطيوك الكونترا ديالك. غدا ان شاء الله غادي يتم تقديم 89,050 عقد عمل موسمي، 41,000 في عمل الزراعه، يعني في الفلاحه، 41,000 في الفلاحه، 31,000 في التوريس في السياحه، و 17,000 و 50 الاخوان كاينه ديال الناس اللي هما كيجيو وكيرجعوا بعقود عمل اللي هي موسميه، وكذلك مع الناس او مع الدول اللي عندهم اتفاقيات الهجره مع ايطاليا. غدا الاخوان 89,050 عقد عمل اللي غادي يدفع مطلوبه الدخول هنا. غدا وهو اخر يوم لتقديم طلبات الاخوان، اخر يوم تقديم طلبات، قسموا داكشي على 3 ايام 18 و 21 و 25، غدا اخر يوم، ما غاديش تدفع من بعد، لانهم كيعتمدوا كيف ما قلنا الاخوان على النقر السريع. وان شاء الله من بعد اشنو غادي يكون من بعد هذا النقر السريع، غادي يبداو هما الاولين يخرجوا الكونترات اللي تدفعوا في شهر 12، وغادي يزيدوا حصه اخرى. سمعوني مزيان، راهما طالبين، قلنا في هذا القانون ديال 2024 طالبين 151,000 عامل اجنبي خاصها تدخل، يعني 151,000 كونترا، غادي يزيدوا حصه اخرى، غادي يهزوا من القانون ديال 2025، غادي يهزوا من القانون ديال 2025 واحد الكوطا مسبقا باش يعطيو الاسبقيه للناس تاني اللي دفعوا 18 و21
و25 واللي ما دخلش الكوطة كان متأخر كان معطل عنده التوقيت طالع عنده آمال وحظوظ أكثر أنه يدخل الكوطة في الزيادة ديال الحصة إن شاء الله اللي ديال 2025 تخرج ليه الكونترا إن شاء الله. الإخوان وكاين قانون في 2025 في شهر جوج إن شاء الله طالبين فيه 161,000 كونترا، يعني 161,000 عامل أجنبي خاصو يدخل لإيطاليا. طالبين العمل الموسمي اللي هو ستاجيونالي، طالبين الغير موسمي اللي هو نون ستاجيونالي موديل بي 2020، وطالبين بحال العادة تاني الإخوان البادانتي ولا كونفرسيوني. الناس كتجيب عقود عمل اللي هي موسمية، تاني إذا توفرت فيها الشروط تدفع لا كونفرسيوني. غدا إن شاء الله الإخوان غادي يدفعوا الناس كيف ما قلنا عقود اللي هي موسمية. فيها الوراق ما فيهاش الوراق، المهم ديال 6 ولا 9 شهور ربما ديال 3 شهور كاع، ولكن خاصك تركز على حاجه بزاف بان هاد العقود الموسميه غادي يدفعوا فيها الناس بزاف، وهي اللي طالبين فيها واحد الكوطه واحد الحصه ديال دخول العمال بزاف. اللي دخل هنا الاخوان اشنو خاصو يدير؟ خاصو يدير لا كونفرسيوني، خاصو ضروري يدير لا كونفرسيوني، ولكن شوف انت مع من فاهم وعلاش فاهم، واش دير ليا لا كونفرسيوني، واش نخدم، واش ناخذ الوراق، واش ما نخدمش، اشنو خاصني ندير. يعني هاد العمل الموسمي ضروري تفهم مع السيد اللي باغي يجيبك. والاغلبيه ديال العمل الموسمي اي واحد جا لهنا من طبيعه الحال الطاليان الا هو كيبقى حارق، يعني ماشي كلشي كيدخل الحصه كتحدد الحكومه ديال لا كونفرسيوني. قلنا طالبين غير 4000 الاخوان، وشحال من واحد غادي يدخل غد من ابتداء من غدا ان شاء الله، شحال من واحد غادي يدفع؟ 89,050 ولا كونفرسيوني 4000 ديال لا كونفرسيوني. ولكن الناس في البلاد من طبيعه الحال كتفاهم على موديل سي لانها اما ما عندهاش او ما لقاتش، تاخر عليها القانون، ولا باغا غير تجي هنا ان شاء الله وغادي تسوي الوضعيه ديالها القانونيه باي طريقه من الطرق بحال الناس اللي هما سبقونا من طبيعه الحال. ولكن صبر 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 صبر، غادي تجي معاك الصبر لهذ البلاد ان شاء الله. هذا العقد عمل موسمي ولا كنتي تبعتي نهار 18 ولا نهار 21، اول حاجه كدير باش كتخرجك الكونترا كتاخذ التاشيره ديالك كتجي لطاليان. خاصك قبل ما تجي لهنا لايطاليا تدبر على سكنه، غادي تدبر على شي حد اللي تمشي تسكن عنده، في حاله ما الباترون ما عنده لا سكنه ولا الوسيط ما عنده حتى شي حاجه، ضروري نتواصل مع الناس ونشوف فين نحط رجلي فين نسكن. اول حاجه كدير باش كتدخل طاليان ضروري كتمشي دير سكنه اوسبيتاليتا يدونيتا اللوجاتيفا باي نوع من العقود داخل، يا بي يا سي يا ابيس يا اي حاجه، يا ديال الاوتونومو يعني الاعمال الحره اي حاجه. اول حاجه كدير اوسبيتاليتا، كدير العبار ديال الدار، كتمشي لاجنسيه ديال الانتراتي بزربه، كتصايب الكود شي فيسكالي ديالك اللي هو الرمز الضريبي، الباترون كيشد لك موعد في البريفيتورا بحالة ما الكونترا عندك فيها الاوراق ما قالش لك منك الواد، كتمشي مع البريفيتورا كتجمع الدوسي كتمشي تدفع في البوستا كتسنى موعد البصمات، من بعد البصمات كتمشي تيري البرميسو دي سولجورنو ديالك. هذا الشيء في حاله ما الا قال لك الباترون عندك الخدمه وعندك الوراق، اما الا قال لك منك الواد غادي تدفع غدا موديل سي عرف راسك راه منك الواد، جي انت ويكون خير ان شاء الله. راه حتى شي واحد ما بقى حاصل هنا، الحمد لله كلنا كنا حارقين وصايبنا وريقاتنا والحمد لله حنا خدامين، وفي نفس الوقت حنا كنعطيو معلومات للناس اللي غاديين يجيو من بعدنا ان شاء الله. ان شاء الله يكون خير، حتى غير دفع غير دفع يكون خير ان شاء الله.